السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا مشاهدينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج هيلثي لايف كعادتنا من خلال هذا البرنامج. بالفقرة الأولى نتكلم وياكم عن مواضيع ونعطيكم بعض المعلومات اللي ممكن تفيدكم بحياتكم اليومية، بحياتكم الرياضية وأيضا بحياتكم الصحية. وأيضا عندنا بالفقرة الثانية نسوي لكم أو نعطيكم بعض التمارين اللي ممكن أنكم تمارسونها بأي وقت يناسبكم سواء داخل النادي أو بالبيت. اليوم راح نتكلم وياكم عن أحد المشاكل اللي تواجه الرياضيين وغير الرياضيين، شنو الطرق اللي أنا أتخلص منها، وشلون أنا أقدر أتفادى هذه المشكلة، وشلون أنا أحاول قد ما أقدر أن أنا أعالجها إذا حاشتني هذه المشكلة اللي هي مشكلة العقد العضلية. العقد العضلية أو اللي هم يسمونهم المسل نوتس اللي تتراكم عندك بجسمك بعضلاتك واللي تسبب لك بعض المشاكل، بعض الآلام، قلة أو تقلل لك من المدى الحركي، ممكن تأثر على بعض العضلات أو بعض الأعصاب عندك بالجسم، ممكن يحوشك خدار منها، هذه كلها سبب العقد العضلية. أول شيء خلنا نتكلم وياكم أو خلنا نعرف شلون ممكن تحدث العقد العضلية. أنا لما أسوي أي تمرين أو أمارس أي نشاط أو أحرك عضلتي بأي طريقة، تحريكة العضلة فيها نوعين، مصل كونتراكشن اللي هو الانقباض العضلي، ومصل الأول الانبساط العضلي اللي بعده. فلما يصير الانقباض ولما يصير الانبساط، فالألياف العضلية بوقت الانقباض تدش كلها بين بعض بالطريقة هذه. لما يصير الانبساط تتبطل الألياف العضلية كلها وتفتح بالشكل هذا. فالعقد العضلية متى تتكون؟ تتكون لما يصير الانقباض بين الألياف العضلية، طبعا هذه تتكلم عن مئات أو آلاف الألياف العضلية، ويصير فيها انقباض، بعدين بوقت الانبساط في بعض الألياف ما تبطل، فتصير شنو؟ تعلق بالشكل هذا. فمع الوقت ومع الاستمرارية بهذا الموضوع ممكن تتشكل أكثر من عقد عضلية ويكبر حجمها، بعدها يسبب لك آلام ويسبب لك مشاكل أنت ما تدري عنها. شلون أعرف هذا الموضوع؟ عادة لما أنا أقعد خلينا نقول أمارس الضغط على عضلتي، راح أشوف أن عضلتي ما هي ملسة، وفي بعض النقاط اللي يسمونها تريجر بوينت اللي أنا من أضغط عليها راح يحوشني ألم بهذا المكان. وهم في بعض الناس، عادة أغلب الناس اللي ما يتمرنون، تحوشهم العقدة العضلية هذه في بعض المناطق اللي تصير وراء عند لوح الكتف، فوقها وتحتها أو تحت الرقبة. ليش؟ لأن في وايد استخدام أو طريقة مشي غلط أو استخدامهم للعضلات وما تكون قوية، وبنفس الوقت يصير انقباض وما يصير فيها انبساط، فيحوشك تليف عضلي، يحوشك عقد عضلية، ويحوشك التهاب عضلي. طبعا هذا مع الوقت كله يستمر ويزيد لين تحس بمشكلة، بحرقة، ما تقدر تتحرك. في ناس اللي حاشهم ورا يحوشهم خدران بإيدهم، فهذه مشاكل تحدث حق العديد من الناس. إنزين، أول شيء شنو العلاج لهذه المشكلة؟ لازم يكون العلاج طبي عن طريق الفيزيوثيرابي، لازم يكون عن طريق المساج أو عن طريق طبعا ديب تيشو مساج اللي هو المساج العضلي العميق، عن طريق الأبر الجافة أو الدراي نيدلينج، من خلال الوخز الأبر في المكان التريجر بوينتس هذه أو مكان العقدة العضلية، راح يصير في تلف عضلي، بعدها الجسم راح يسوي ريكفري وراح يبطل هذه العقد. طبعا على حسب حالتك ممكن يكون عدد الجلسات اللي انت تحتاجها حق الإبر الجافة او حق المساج او غيرها. في بعض الامور الاخرى اللي انا لازم اركز عليها راح نتكلم بالاخير عن طرق اللي تحاول انك تتفادى من تكوين العقد العضلية. لكن عندي انا هم الكروس بول اللي هي الكرة، لازم استخدمها، اضغط بشكل كبير هم تساعدني. عندي بعض العوامل الاخرى مثل الكهربائية اللي هي الموجات الكهربائية، وأيضا مثل الثيراغان أو المسدسات اللي تستخدمها وقت العضلة عشان تحسن من الدورة الدموية بمكان العضلة نفسها، لكن هذه تأثيرها جدا بسيط. أول شيء شلون أنا أتفادى هذا الموضوع، أو شلون أنا قد ما أقدر أقلل من تكوين العقد العضلية؟ في شغلتين وايد مهمين لازم أركز عليهم، التغذية بشكل جدا كبير، لأن التغذية هي تخفف من موضوع الالتهابات العضلية، تخفف من تكوين العقدة العضلية، لأن هي جدا أساسية في عملية الاستشفاء. أول شيء لازم أركز عليه في عملية الاستشفاء في أي رياضة أنت قاعد تمارسها،
اللي هي التغذية، لأن هي عامل الأساسي والعامل الأول في تعديل وتصليح كل شيء. الشيء الثاني عندك عدد ساعات النوم، لازم تنام بشكل ما يقل عن خلينا نقول 6 إلى 8 ساعات باليوم، إذا أنت كنت إنسان رياضي وتبذل مجهود جدا عالي، أو خلينا نقول إذا أنت كنت محترف رياضي لازم عدد الساعات عندك ما تقل عن 6 ساعات. زين، الشغلات الثانية اللي أنا لازم أركز عليها، لازم ما يكون عندي نقص في بعض الفيتامينات مثل خلينا نقول البوتاسيوم ومثل المغنيسيوم، لأنهم أهم يساعدون بشكل كبير على خلينا نقول اللي هي سلامة العضلة، بحيث أن العضلة تكون ملسة، ودائما أنهم يساعدون في عملية الاستشفاء. إذا كان عندك هذا النوع من النقص ممكن تأخذه أو تعوضه من خلال المكملات الغذائية، وأيضا مكمل زد أم أي يساعد أيضا أن تأخذه قبل النوم، يساعد على النوم العميق، وأيضا يساعد من خلال الاحتواء على مادة المغنيسيوم في أنه هو يعالج التلف العضلي ويسرع من عملية الاستشفاء. الشغلات اللي لازم أنا أحطها بعين الاعتبار، أن أنا لازم موضوع المساج الرياضي أو التدليك العميق لازم يكون بشكل دوري، بحيث أن أنا أخفف من مشاكل العقد العضلية اللي عندي. موضوع الماء الحار والبارد، بحيث أن أنا أزيد خلينا نقول الاسترخاء العضلي وأزيد الدورة الدموية بنفس الوقت، وهذا الموضوع أيضا مع الوقت يخفف من تكوين العقد العضلية. طبعا إحنا راح نخفف من تكوين العقد العضلية، لكن ماكو طريقة بحيث أنها هي تمحيلك الموضوع أنك أنت ما تكون لك عقد عضلية، لأن هي تقريبا موجودة بكل شخص. فلازم أنا أحافظ على طرق الاستشفاء الدورية هذه من خلال عمل المساج وعمل هم الأبر الجافة إذا كنت تحتاج لها. لازم أشتغل على الاسترتشات، لازم أشتغل على الفوم رول أو الكروس بول من بعد التمرين، عشان أقلل قد ما أقدر من تكوين العقد العضلية. وصلنا وياكم مشاهدينا إلى الفقرة الرياضية. من خلال هذه الفقرة راح نشتغل على أكثر من جروب، من ماسل جروب، من مجموعة عضلات. راح نشتغل على عضلات الظهر ونشتغل على عضلات الكور. التمرين بس راح يكون عبارة عن تمرين وزن الجسم أو بودي ويت اللي يحتاجه منك بس، اللي هي المات اللي موجودة على الأرض. اللي راح أسوي كل جروب راح أسوي 4 جولات، أقدر أريح بينهم تقريبا دقيقتين بعدين ادش بالجروب الثاني. اول تمرين راح اسوي جود مورنينج، راح اسوي 20 تكرار. ابطل ريلي تقريبا نفس مستوى الحوض، احط ايدي بالشكل هذا ورا راسي، اثني شويه ركبي وانا نازل، اوصل لين تقريبا يصير جسمي 90 درجه واوقف مره ثانيه. هذه تكرار واحد. دائما ظهري وصدري يكونون مفرودين وانا اسوي التمرين. لا تبلش التمرين وانت مقوس ظهرك بالشكل هذا، افرد قد ما اقدر وافتح صدري للاخر. طبعا اللي راح اشغله بهذا التمرين عضلات الهامسترينج، عضلات الجلوتس، وعضلات اللور باك. راح اسوي 20 تكرار. اخلص من 20 تكرار، بعدها راح انزل على الارض وراح اسوي رشن توست. أول جولة راح أوريكم الطريقة السهلة، الجولة اللي وراها راح أوريكم الطريقة الأصعب. أخلي ريلي على الأرض بالشكل هذا شوية، أثني جسمي لورا وأظل ثابت بالطريقة هذه عشان يكون عندي تنشن بعضلات المعدة، والف يمين يسار لين أخلص 20 تكرار. نرد مرة ثانية، نوقف نرد نعيد التمرين لين نخلص 4 جولات بدون لا أريح بينهم. مرة ثانية Good morning، نخلص 20 تكرار، بعدين ننزل على الأرض مرة ثانية. الحين راح أوريكم الطريقة الأصعب حق رشن توست، اللي فيها راح أدخل
حتى رجلي اصعدها بالشكل هذا ما اخليها ثابته على الارض، وبنفس الوقت انزل ظهري ما يكون اسيده، وراح اسوي هم 20 تكرار. نخلص الاربع جولات نقدر نريح دقيقتين، بعدها راح ندش تمريننا الثاني. راح نسدح على الارض، راح اسوي 10 تكرارات، افرد ايدي للاخر، بعدين اسحب واسكر ايدي عند مستوى ظهري بالطريقه هذه. راح اسوي 10 تكرارات، خلصنا. بعدين نسوي وضعيه البلانك اللي هي الشكل هذا، افتح ريلي وايدي، بعدين اروح ايدي اليمين لريلي اليسار واعكس الصوب الثاني، وراح اسوي 20 تكرار كل ريل او كل ايد او كل سايد 10 تكرارات. اخلص ارد اعيد مره ثانيه نفس التمرين، ما اريح بينهم، اسوي 10 مرات، بعدين مرة ثانية اسوي 20، وكذي انا اكون خالص جولاتي الثانية حق الجروب الثاني لما اخلص الاربع جولات. كان هذا تمريننا لليوم، يعطيكم العافية على مجهودكم، نشوفكم ان شاء الله بتمارين وبحلقات جديدة. مع السلامة.